حلقة جديدة من دوز ابتدت بالتزامن مع الأسبوع الأول من شهر شباط فبراير المخصص للتوعية بمرض السرطان. أطلقت مجموعة من الدول العربية فعاليات وأنشطة للتثقيف والفحص المجاني، بالإضافة رح نعرف شو قدمت الهلال الأحمر وجمعية بسمة وغيرها خلال هالأسبوع. مزبوط، ورح نحكي كمان ضمن هالحلقة عن مجموعة من العادات يلي كل سيدة بتمارسها بحق حالها، ممكن كتير من الأحيان تكون خاطئة أو حتى ممكن تسبب تشكل الأورام، بالإضافة لمقولات أو معلومات خاطئة ومنصححها. وطبعا مثل كل اسبوع رح اقدم لكم نصيحه بتخص الاطفال واللي هي الوجبه الاساسيه وجبه الفطور وكيف لازم تكون وشو هي العناصر الرئيسيه، ورح جاوبكم عن بعض الاسئله المكرره يلي ممكن تخطر ببال كل ام، مثل ابني ما بيشرب حليب شو اعمل. بالاضافه حيكون لنا حديث مع الطبيب المختص لنعرف اكثر عن الالتهابات البوليه يلي عم تصيب الاطفال ويلي هلا صايره شائعه كثير ضمن عيادات الاطفال. دوز ابتدى. في ظل الأزمات والحروب يلي مرت فيها سوريا، إلا أنها ظلت محافظة قدر الإمكان على موقعها ومكانتها الطبية، والعديد من الدول العربية المجاورة بيجوا لسوريا كنوع من السياحة بالإضافة للعلاج، وهالشي بصراحة مشكورين عليه المعنيين بالموضوع. صحيح إيفانا، حتى في كتير من الدكاترة وأطبائنا السوريين الحمد لله أنهم عم يواكبوا ويتواصلوا، هذا الشيء كتير حلو بصراحة، عم يواكبوا ويتواصلوا مع الدول العربية أو حتى الغربية للقيام بالفعاليات والأنشطة الطبية والثقافية. ضمن دوز دائما نحن بنحاول نكون سباقين بهالموضوع ونفوكس ونركز بالصورة الطبية للوضع الحالي بسوريا لإلكم بطريقة صحيحة. كرمال هالشيء حيكون أول ضيوف حلقتنا لليوم الدكتور محمد العواق، اختصاصي بالمعالجة الشعاعية للأورام، بالإضافة إنه هو عضو مجلس إدارة الرابطة السورية للأورام والجمعية السورية للأورام، لنحكي أكثر عن الأسبوع الموحد العربي للتوعية بالأورام والسرطانات. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية وشكرا كثير على الاستضافة والتقديم الحلو. خلينا دكتور بداية خلينا بشكل مختصر، وبعد شوي رح نقدم تقرير بشكل مفصل، نعرف عن هالأسبوع الموحد، يعني شو أهدافه؟ كيف تم التعاون؟ شو كانت الأجواء فيه؟ تمام. هلأ بالبداية نحن بلشت الفكرة بمبادرة كريمة من الرابطة السورية للأورام للمواكبة مع الأسبوع التوعية العربي الخليجي للتوعية ضد مرض السرطان. تمام. بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يقام سنويا بأربع شباط من كل سنة، هالمرة هي الفكرة كانت أنه إقامة أو تسليط أكبر قدر من الفعاليات تمتد لمدة أسبوع من واحد إلى سبع شباط، فكانت أنه هي متزامنة لتقام بسوريا بالإضافة إلى عدة دول عربية أخرى يتم تجميع هاي الداتا لحتى تعلن بشكل برومو أو تقدم بشكل متكامل مع بعض. الفعاليات مختلفة، هي منها محاضرات توعوية، محاضرات تثقيفية، زيادة نسبة وعي، بالإضافة إلى الحملات الكشف المبكر هالمرة عن ثلاث أنواع من السرطانات وليس عن سرطان الثدي اللي الحملات دائما كانت بتسلط الضوء الأكبر عليه. هالمرة ارتئينا أنه نضيف سرطان البروستات وسرطان عنق الرحم للمشاركة بالحملة بوهج أكبر يواكب كذلك الدول العربية، لإثبات أيضا أن سوريا يبقى لها هذا الدور الرائد على المستوى العربي بمجال التثقيف والكشف المبكر عن السرطانات وبمجال المحاربة عن السرطان. تم التعاون تحت رعاية نقابة أطباء سوريا مع فعاليات مجتمعية مختلفة مثل جمعية بسمة، منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، جمعية سورية لأمراض الثدي، وكذلك مع مختلف المحافظات. كانت الفكرة أن تقام بأربع محافظات مختلفة، هي دمشق وحمص والسويداء وحلب. تم التعاون مع مديرية صحة السويداء، مديرية صحة أيضا حلب، الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص، وكذلك الجمعية المسكونية بالسويداء. تمت هاي الفعاليات بتنسيق، تم توزيع المهام فيها على مختلف هاي المحافظات، وهذا الشيء تقريبا نحن انتهينا منه من حوالي أربعة أيام منه، ومستمرين لاستمرار بالأسبوع، متبقي حوالي ثلاثة أيام بمختلف الفعاليات اللي رح يتم فيها عنا فيها أيضا بكرة بحمص وبعده بحلب، وآخر يوم الختامي رح يكون بمركز الزاهرة التابع لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بدمشق بختام أيام الفعاليات. ما شاء الله، الله يعطيك العافية. يعطيكم ألف عافية، ما شاء الله، يعني عن جد أنتوا لكم مثل ما بيقولوا موقع بهالموضوع كلياته بسوريا، يعني عم تحاولوا تسقفوا قد ما فيكم. تمام. هلا الهدف الاساسي يعني اللي بحب اختم فيه انه هي الحمله كانت انه يعني خليني اقول لك هي حمله اجتماعيه، حمله طبيه تعليميه وتثقيفيه كذلك بنفس الوقت، وفيها دور كبير اعلامي اللي نحن كمان متشكر الاعلام اللي كان له موقع كثير مهم، لانه لولا الاعلام
ما رح توصل هي الحملات أو هي النشاطات والفعاليات. صحيح. بتسلط الضوء أنه قديش في عنا قدرات، في عنا إمكانيات، في عنا إمكانيات بشرية أيضا لحتى تواكب هذا الشيء، وحب أيضا من العالم للبقاء بهذا المستوى والثقافة والوعي والبعد عن كل شيء معتقدات خاطئة بمجال علم الأورام. بسم الله حولكم عن جد. طب دكتور، هلا كونه موضوع السرطان موضوع شائك شوي بصراحه، هو الشغل الشاغل لكثير من العالم وهو اكبر مخاوفهم للامانه. هلا نحن ب 2022 وين وصلنا بمواضيع السرطان؟ شو اخر الدراسات له؟ شو صارت اشعه الانواع؟ اذا فيك تعطينا الاب تو ديت عن الموضوع. تمام. هلا نحن خلينا نقول نحن السرطان بحد ذاته كمرض عم يكون في عنا نسبه انتشار عاليه جدا. اذا عم نقول نحن بال 2010 عن ال 2022 فاكيد في زياده بنسب ومعدلات الحدوث. هلا مثلا سرطان الثدي اللي هو سرطان الاشياء هو عم تزيد نسبه اصابته العالميه سواء بامريكا او باوروبا حسب الاحصائيات الكبيره، عم يكون في زيادة فيه. لكن بنفس الوقت في كمان عامل تاني عم يكون في زيادة مهمة، وهو الشيء المبشر انه نسب الشفاء العالمية كذلك عم تزيد بسبب تطور العلاجات الهدفية والعلاجات البيولوجية، كذلك العلاجات الكيماوية عم تكون في تطور دائما مستمر، في ابديتس دائما إلى بالجايدلاينز الجديدة. هذا الشيء عم يساعد على رفع نسب الشفاء. الشيء الثاني اللي عم يكون فيه تطور كبير مهم ايضا هو مجالات الكشف المبكر. لما كنا نحكي عن نوع واحد، هلا اليوم عم نحكي عن ثلاثه او اربع او خمس انواع، كل قيد الدراسات لاحداث الابروفل اللي تاخذ فيها لاستخدام طرق الكشف المبكر. هذا الشيء رح يخلي في عنا يعني كشف اكبر لمراحل مبكره من المرض، بالتالي وصول الى نسب علاج كبيرة ونسب شفاء أكثر وأفضل. بالنهاية هذا الشيء عم يتطور على موضوع مرض السرطان، أنه قد ما عم بيزيد أنت عم تحاولي يتعالج بنفس النسب الكبيرة. هذا الشيء اللي عم يكون فيه علامات مبشرة حول الموضوع. طيب دكتور، بالنسبة لطب الأشعة لوين وصل؟ يعني هل هو فعلا أو وصل لمرحلة أو تطور لمرحلة أنه ممكن صار يعالج الأورام؟ هلأ نحن إذا بدنا ناخذ الموضوع فنحن عم نحكي على المعالجة الشعاعية للأورام. تمام. خلينا نبعد شوي عن موضوع التشخيص الشعاعي أو مجال التشخيص الشعاعي. هلأ نحن بالنسبة للعلاج الشعاعي للأورام هو ركن أساسي من أركان أي مرحلة علاجية لأي آفة ورمية. قد يكون هو ركن أساسي لحاله، قد يكون مكافئ للجراحة أو متمم، أي بعد العلاج الجراحي والكيماوي بيكون له دور هون للمعالجة الشعاعية. تختلف الأورام من حيث الاستطباب العلاج الشعاعي. في أورام مثل الجهاز العصبي المركزي، أورام الدماغ، اعتمادنا الأساسي بعد الجراحة عليها بالمعالجة الشعاعية لإحداث الهوادي أو الهجوع أو عدم حدوث حالات النكس. مثل عنا سرطان الثدي في عنا دور العلاج الشعاعي يأتي بالعلاج المتمم، أي ما بعد العلاج الجراحي والكيماوي لمرحلة السيطرة الموضعية ومنع حدوث النكس الموضعي. الأورام الهضمية، الأورام النسائية، الأورام التناسلية كذلك دور الأشعة فيها بيكون بالمراحل المتممة فيها. في بعض الحالات المتقدمة من الأورام يكون دور للعلاج الشعاعي هو كعلاج تلطيفي ببعض النقائل العظمية أو النقائل الدماغية لتخفيف الحالات الألمية وتحسين نوعية حياة المريض وإحداث quality of life عالي بالنسبة له للمريض. فاستطباباته تختلف، طرق العلاج عم تتطور، الأجهزة عم تتطور، إلى أصبحنا حاليا عم نحكي نحن على شيء صار علاج شعاعي موجه بالجاما نايف أو علاج استيريوتاكتيك أو الـ IMRT. هي التقنية أنه عم ناخذ منطقة الورم دون التأثير على النسج السليمة المجاورة. هذا الهدف من العلاج الشعاعي، أنك تحصلي على أكبر دوز شعاعي لا إحداثه على منطقة الورم دون التأثير على النسج المجاورة السليمة، لأنه المريض رح يشكي من تأثيرات جانبية. صحيح. كل ما أثرتي على النسج الأخرى فأنت لا عم تحاولي عم تحصلي على تأثير أعظمي ضمن المنطقة الورمية. هذا الهدف من تطور الأجهزة والتقنيات بالمعالجة الشعاعية. تمام. هلا دكتور، بما يتعلق الخطط المستقبليه للمستشفيات، خلينا نركز على المستشفيات الحكوميه بحد ذاتها، خاصه انه خلينا نقول رحله مريض السرطان مع علاجه هي مرحله كثير طويله شوي، شو الجديد؟ تمام. هلا انا قبل كل شيء انا اخصائي بالعلاج الشعاعي للاورام ضمن مشفى البيروني، يعني وافتخر بهذا الشيء. هلا حاليا التطور اللي عم يصير عندنا بالمجال المعالجه الشعاعيه للاورام، رح نحكي شوي بمستشفى البيروني بالذات كونه هو المركز التعليمي الاكبر بسوريا لمعالجه الاورام. حاليا في عندنا خطط مستقبلية عم يتم تنفيذها، وتم إجراء أقسام كبيرة منها أو نسب كبيرة منها بإحضار أجهزة جديدة للمعالجة الشعاعية تواكب الأجهزة الموجودة على مستوى الدول الإقليمية. فيها تقنيات الحديثة اللي عم نحكي عنها هي تقنية الـ IMRT أو الجاما نايف.
فعم نتطور عن المعالجات الشعاعية أو الأجهزة اللي كانت قديمة لكن هي عم تخدم شريحة كبيرة. تم وصول جزء من هذه الأجهزة وبقية التجهيزات قيد التوريد وقيد الوصول، يعني بتصور نحن لنهاية 2022 رح يكون في عنا نقلة نوعية كبيرة ضمن مستشفى البيروني بمجال المعالجة الشعاعية. رح يصير في توزيع أكبر للمرضى، دور أسرع، ما عاد في موضوع التأخير، وحصول أكبر قدر ممكن من المرضى على هاي التقنيات الحديثة دون أنه هن يتعرضوا لتقنيات خلينا نقول صلى فترة شوي معينة من الزمن، لا كله رح يصير يتواكب ضمن استطباباته الطبية. فهذا الشيء كتير مهم، طبعا هذا بجهود كتير كبيرة من عدة جهات، من الوزارات واللجنة الوطنية العليا للتحكم بالسرطان وكذلك وزارة التعليم العالي وإدارة مشفى البيروني. هون في عنا جهد كتير كبير، هذا أكيد رح ينعكس على مجالات المعالجة وبالتالي نسب الشفاء والرحلة العلاجية اللي رح تصير مختصرة شوي للمريض أكثر من أنه يعني كل ما فينا نختصرها أفضل ما أنه هي تبقى طويلة للمريض. صح. لحتى يقدر يعني يوصل بظل هاي التكاليف وهي الصعوبات اللي عم تصير ضمن الأوضاع الحالية. فأكيد هاي المعالجات رح تقدم بشكل مجاني وهذا شيء كتير كبير رح يتم من قبل الدولة السورية. الله، هي أخبار مبشرة بصراحة. عن جد شيء بيسعد. دكتور شكرا كثير لك لوجودك معنا ولكل شيء قدمت لنا يا اليوم. شكرا لكم كثير وبكرر شكر مرة ثانية على الاستضافة ويعطيكم ألف عافية. خلينا يا مثل ما خبرنا الدكتور محمد ببداية شهر شباط أقيم أسبوع موحد عربياً للتوعية حول الأورام تزامناً مع اليوم العالمي ضد السرطان، طبعاً تحت رعاية نقابة أطباء سوريا ورابط الأطباء العرب لمكافحة السرطان بالإضافة للاتحاد الخليجي للسرطان. كانت الرابطة السورية لأطباء الأورام كانت هي المشاركة لأول مرة بهذا النشاط بالشكل العربي المطروح. تم التنسيق والدعوة من قبل الاتحاد الخليجي والدول العربية المجاورة. بدت هالأنشطة من واحد شباط ومستمرة لسبعة شباط، أما التفاصيل خلونا نعرفها ضمن هالتقرير. الحقيقة أهم هدف من أهداف النقابة هو الهدف العلمي. التشاركية في هذا الموضوع مهمة جداً، كل جهة من هذه الجهات تستطيع أن تقدم شيء، ولكن عندما نجتمع سوية جميعا نقدم الأكثر. المشاركة أيضا مع الجهات الخارجية مفيدة لتبادل الآراء والخبرات. مشكورين أنتم كإعلام بإضاءتكم لهذا الموضوع المهم جدا. التوعية مهمة جدا، اللي عم نحاول ويحاولوا الجهات الأخرى يشتغلوا فيه أنه ما نوقع بالمشكلة. أكيد لما بنوقع بالمشكلة لها حل، بس الأفضل والأجدر أن لا نقع في هذه المشكلة، ومن هنا تأتي أهمية التوعية والكشف المبكر عن هذه السرطان. هذا النشاط العربي الذي وحده العلم والإنسانية عم بيصير لأول مرة، رابط الأورام السورية مع الرابطة العربية لمكافحة السرطان مع الروابط الخليجية حاولت تربط الناس كلها بالوطن العربي بهذا الهدف النبيل. طبعا مثل ما قلتي استهدفنا السرطانات اللي بيفيد فيها الكشف المبكر. صار 30-40% من السرطانات قابلة للتفادي بإجراء الكشف المبكر بالسرطانات اللي حكينا عنها، فهي تقريبا ثلث السرطانات، ما أنا لعبة. ومثل ما بتعرفي مو بس إنه هي ثلث السرطانات، هي رقم يعني سرطان الثدي صار رقم واحد كسرطان بالعالم بالشيوع، فإذا قدرنا على الأقل نأخذ 40% منهم ابتعاد عن السرطان، قدين إحنا قدمنا للإنسان السوري والعربي وبكل العالم هذا الهدف النبيل. اليوم مجمع الهلال شو مقدم خلال الأسبوع العربي الموحد حول التوعية ضد سرطان الثدي أو البروستات أو عنق الرحم؟ تمام. هلأ أنا بدي أحكي كمان على الهلال الأحمر. نحن بدينا من 2016 أنه نساوي الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويمكن حضرتك كمان عدة مرات سويتي لقاءات فيها. نحن عم نساوي، عم نلاحظ أنه في شغلة بالنسبة لأكثر أورام عم تصيب العالم هي للسيدات الثدي وعنق الرحم، والرجال البروستات. هلا دور الهلال في عنا بهالمجمع في عنا تقريبا كل العيادات، ففرزنا ثلاث عيادات اللي هي نسائية وبولية والأشعة، فرزناها هون مشان هالحملة. وهالحملة بيكون انه منساوي لأول كل فحص سريري،
نسوي لها ماموغرافي، واذا كانت بحاجه نسوي الايكوغرافي. هي بالنسبه للثدي. بالنسبه لعنق الرحم الدكتورة النسائيه بتفحص بتساوي اللطاخة ونبعثها لأفضل مشرح مرضي بسوريا اللي هو الأستاذ زياد شطي، ومنشوف إذا كانت سليمة نرجع نشوفها بعد سنة، إذا كانت خبيثة نشوفها بعد 3 شهور ومنكمل. بالنسبة للبروستات، البروستات كمان في إلى معايير، أيام في معايير سليمة 100% وفي معايير تانية يعني فيها شك، نرجع نساوي نرجع نفحصها نرجع كذا إلى آخره. دكتور محمد، خلينا نحكي عن دور الجمعية السورية لأورام الثدي بالإضافة لمجمع الهلال خلال هذا الأسبوع، شو مقدمين وشو النتائج يلي نحن متوقعينها؟ بالإضافة شو ممكن يكون عنا خطط مستقبلية؟ ممكن نعمل هيك حملات بالمستقبل القريب، حملات توعية إن كان أو حتى حملات كشف مبكر مجاني. الحقيقة الجمعية السورية لأمراض الثدي مثل ما معروف من اسمها وأهدافها هو الإرشاد وتوعية السيدات عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي. الحقيقة الجمعية بالسنوات الماضية كان إلى نشاط بالتوعية بالتثقيف بتأمين تصوير الماموغرافي مجانا للسيدات. الحقيقة بهي السنة كانت في خطوة، خلينا نقول طريقة جديدة أو خطوة جديدة، هي التعاون مع الرابطة السورية لأطباء الأورام، التعاون مع منظمة الهلال. طبعا مثل ما بنعرف انه الجمعية السورية لأمراض الثدي بالحقيقة هي ما عندها مقر، ما عندها عيادة، ما عندها جهاز لتصوير السيدة، وبالتالي الجمعية هذا كان خلينا نقول البوادر الأولى للتعاون مع منظمة الهلال الأحمر فرع دمشق، اللي هن عندهم مركز صحي، عندهم التجهيزات، عندهم الإيكو، عندهم الماموغرافي. فالجمعية من خلال هالتعاون رح تأمن للسيدات الراغبين بالكشف المبكر تصوير مجاني وكشف مبكر مجاني عن طريق مركز الهلال الأحمر. حلو هلا الجمعيات تعمل هذا التوعية عن أي سرطان، من ضمنهم هذول اللي حكينا عنهم سرطان الثدي وعنق الرحم بالإضافة للبروستات. والحقيقة كمان نشوف المعالجات اللي تطورت، سواء العلاج الجراحي والعلاج الكيميائي والشعاعي، بالإضافة للعلاج الهدفي، كل شيء طرأ عليه خلال هالفترة اللي صرنا فيها، اللي صار حاليا فيها التطور والتقدم فيها. كمان بدي أحكي كلمة إنه سوريا ما أنا بعيدة جدا عن هالتطور اللي صار رغم الحرب والحصار اللي صار على سوريا. مثل ما بنعرف ظلت العلاجات قائمة، سواء حتى بمشافي الدولة، مثل ما بنعرف مشفى البيروني، مشفى الكندي تعرض للإرهاب، مشفى البيروني ظل على مدار الحرب بيقدم الخدمات والعلاج لكل أمراض لمرضى أبناء الجمهورية العربية السورية من في حكمهم كعلاجات جراحية وكيميائية وشعاعية. يوم 15 شباط هو اليوم العالمي لسرطان الأطفال. طبعا قضية سرطان الأطفال إضافة لل البعد المعاناة اللي بيعانوها أغلب مرضى السرطان إلى بعد تاني كمان، البعد الإنساني، لأن الطفل معاناته من السرطان إلها عوامل متعددة، فالبعد الإنساني كتير بعد أساسي بموضوع سرطان الأطفال، إضافة لهيك البعد المجتمعي. نحن بنعرف أنه سرطان الأطفال مع أنه نسبته أقل من سرطان البالغين لكن نسبة شفائه كتير عالية، فالاستثمار بموضوع علاج سرطان الأطفال ودعم الأطفال المصابين بالسرطان له كتير أثر كبير. يعني بأحسن المراكز العالمية نسب نجاح علاج سرطان الأطفال بتتجاوز 80%. بسوريا نحن كجمعية بسمة مهمتنا أنه نحاول نوصل بالأطفال المصابين بالسرطان للنسب العالمية بالعلاج. مساء الخير عن جديد. قد ايه مهم تكون سوريا مشاركه ضمن هيك فعاليات عربيه؟ نحن دائما بنتمنى الافضل لبلدنا ونضل محافظين على مكانتنا الطبيه لانه عن جد بنستحق. على كل حال احنا ننتقل لمحور ثاني ويلي هو بعض العادات او المعلومات الشائعه يلي كل سيده ممكن تمارسها لنعرف اكثر عن شو عم نحكي. انضمت لنا الدكتوره نادين الورار اختصاصيه بالامراض النسائيه وجراحتها. اهلا وسهلا فيك دكتوره. يا اهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم الف عافيه يا رب. الله يعافيك يا رب. دكتوره بدايه، انت بظن بحكم مجالك تجيك كثير من العادات الخطأ أو شائعات العالم ما بتعرف فيها صح أو خطأ، منها الاستحمام أثناء الدورة الشهرية، فيك تحكي لنا أكثر عن الموضوع؟ هلا صراحة المفهوم الشائع واللي هو غلط كثير إنه الحمام أثناء الدورة هو شيء ممنوع عند السيدة. هلا هي الفكرة هي غلط، لأنه الحمام بماء دافئة ومايلة شوي للسخونة ممكن تساعدني إنه تخفف من تقلصات العضلة الرحمية، وبالتالي حتساعد السيدة إنه هي تخفف لها من أعراض الدورة السيئة. لا في حال هالمريضة
عندها قصة عائلية، أم حدا خالتها عمتها من قرايبنا معه كانسر، تمام. ونحن رح نقرا ادويه او الروشتة الموجوده بالادويه الهرمونات او حتى حبوب منع الحمل، بنلاقي انه ممكن الاشخاص اللي يكون معهم كانسر او ما ممكن يؤهب للسرطانات الاشخاص المؤهبين او ممكن يصير معهم، ممكن ننوع الفكره على موضوع حبل المانع مع السرطانات. انت قصدك حتى هيك بشكل عام حبوب الهرمونيه. الحبوب الهرمونيه، هلا الحبوب الهرمونيه لها تاثير ايجابي على انواع من السرطانات، بتكون هي عامل حمايه له. رح نذكر منهم سرطان الرحم وسرطان الثدي. سرطان الثدي رح يكون في حمايه حتى عند السيدات اللي بيحملوا طفله البراكا، والبراكا هي اللي بتكون علامه مؤشره انه هي العيله عندها خطر للاصابه بسرطان الثدي. بالمقابل رح نقول هي حتكون عامل خطوره ولو كان نظريا لسرطان عمق الرحم من النوع الغدي حصرا ولسرطان الثدي. هلا الدراسات دائما في عندنا اشكاليه بموضوع سرطان الثدي، انه انا اذا اخذت حب من المانع حيزيد عندي نسبة الخطورة. صراحة الموضوع مرتبط بعمر السيدة وبفترة الاستخدام المديدة أو الطويلة. فهمت عليك. تماما. فنحن بندرس كل سيدة شو عوامل الخطر الموجودة عندها، وبعدين أنا بقرر بعطي حب المانع ولا بستعيد عنه بوسيلة علاج أخرى إذا كان هذا الشيء متاح بالنسبة لإلي. تمام. هلا دكتور، ذكرتي بحديثك عن فكرة الحبوب المانعة للحمل، إنه نحن لما بيكون في عنا صبية هي لسه يعني خلينا نقول ما أنجبت أول طفل، بيكون في عندها مشاكل إذا في حال أخذته للحب. طيب إذا نحن استعدنا بالواقيات الذكرية أو ما يسمى الكوندومز، نحن فينا نمنع الحمل بنسبة 100% ولا هذا الحكي مغلوط؟ تماما. هلا وسائل منع الحمل نحن بنرتبهم دائما بسلم من الأكثر أماناً إلى الأقل أماناً. الواقي الذكري صراحةً يعتبر من الأقل أماناً، يعني نسبة حدوث الفشل فيه عالية، بتوصل ل 13%. يعني 13 سيدة من أصل 100 سيدة حتستخدم الواقي الذكري خلال السنة الأولى من الزواج أو من الجماع هي معرضة لحدوث حمل غير مرغوب فيه، فهي غير آمنة بشكل 100%. بس نحن ممكن نضطر عليهم عند سيدات بحالات خاصة ما بنقدر نستخدم عندهم اللوالب أو الأدوية الهرمونية، أو نستخدم التعقيم الجراحي يلي هو ربط البوقين أو الأسهر عند الرجل. فهمت. دكتورة، شو وضع الغسولات النسائية؟ أنت بتنصحي فيهم؟ الغسولات النسائية طبعاً هي شيء جيد ولكن بشروط. كان سابقاً موجود كتير بالصيدليات والمتعارف عليه عند السيدات الغسول المهبلي يلي نحن عمله على شكل حقنة مهبلية لداخل المهبل، هي هلأ حالياً ألغيت تماماً، لأنه هي حتغير لي من فلورا المهبل الطبيعية، وبالتالي بدل ما تساعدني من الحفاظ على النظافة الشخصية حتكون عامل مؤهب لأني غير الفلورا الطبيعية وعرض هي السيدة لتدخل بحلقة مفرغة من أو حلقة مغلقة خلينا نسميها من الالتهابات المتكررة غير المعالجة بشكل صحيح. توصياتنا الحديثة، الغسول النسائي الخارجي على منطقة الأشفار هو شيء جيد 2 لـ3 مرات أسبوعيا، لأنه دائما أنا بقول للسيدة الزايد أخو الناقص، النظافة الزايدة عن حدها حتغير لي من الفلورا الطبيعية وحتكون عامل مؤهب للإصابة بالإنتانات النسائية المتكررة. فهمت عليكي. طيب الدكتورة، كثير من الأحيان لما بتصير السيدة حامل بتجي جارتها قرايبينا إنه والله بطنك أنت صاير لقدام مو مدور، معناها أنت معك صبي. طبعا. والعكس صحيح، أو إذا تحرك ورفس الجنين معناها أنت معك ذكر. يعني من هدول الشغلات بصراحة المغلوطة، وإذا أنت توحمتي على حامض أنت صبي حلو بنت، من هالشغلات أو ما بعرف يمكن هنن العكس، شو مدى صحة هالكلام؟ هلأ علمياً ما في أي صحة لهذا الحكي، وكثير بنتعرض له بالعيادات إنه دكتورة شكل الحمل بيشبه الكاجو فهذا صبي تماماً، وهي بتشبه الفستقة فهي بنت. هي المرأة علمياً سمعة. هي اللي بنتعرض لهم، أو إنه حركة البيبي دكتورة هذا صبي من حركته أنا حاسة فيه. علمياً ما في أي شيء، ما في أي علاقة أو أي ارتباط ما بين أعراض الحمل عند السيدة وما بين جنس الجنين. العامل الوحيد اللي ممكن حدد من خلاله جنس الجنين اللي أنا بدي جيبه هو طفل الأنبوب الـ IVF، غير هيك كله ما نوع علمي. تمام. طيب دكتورة، أحياناً نحن الحامل بيكون أكيد بصير عندها وجع أسنان، فبيقولوا ما فيها هي تصلح أسنانها لأنه والله ممكن يؤدي أو يسبب الأجهاض، هل هالشيء صحيح؟ حلو كثير انك سالتيني هذا السؤال، لانه كمان كثير بنتعرض له بالعيادات. هلا اصلاح المشاكل السنيه اثناء الحمل نحن بنوصي فيه، لانه هي المشكله السنيه الانتانيه الموجوده ممكن تاثر لي على الحمل وتعمل لي ولاده باكره. توصياتنا للسيده الحامل انه انت راجعي طبيب الاسنان لحتى ناخذ استشارته بالاصلاح الصحيح للسن. ابره التخدير ما بتعمل لك اي مشكله على الحمل نهائيا نهائيا. رح نتجنب نستخدم المقبضات الوعائيه مشان ما تاثر لي على ترويه المشيمه،
وبالتالي تأثر على التغذية عند الجنين. هلأ نحن بنفضل إصلاح الأسنان يكون بالثلث الثاني من الحمل، الثلث الأول فهي معرضة لأعراض ودية من غثيان وإقياء ممكن يزعجها أكثر إصلاح السن، والثلث الأخير حيكون في عنا تقل، فالقعدة على كرسي الأسنان قد يزعج السيدة الحامل، ولكن إذا اضطرينا لابد أنه نحن نروح لعن طبيب الأسنان ونصلح المشكلة. أما بالنسبة للمواضيع التجميلية الفينير أو ابتسامة هوليود أو هالقصص هي، فهي كلياتها ممنوعة أثناء الحمل، ما منفضل نشتغل فيها لأنه أساساً حيكون لسه عند السيدة الحامل فيها ضخامة، وأي شغل تجميلي حيكون شغل ما نظابط، فنحن منأجرون لبعد الولادة. ليزر البوتوكس هدول دكتور دائما كمان بنسال عنه الليزر بعرف مو وقته، ما بعرف وقته لما بيحبل شو بصير فيه بس يعني خلينا نسال مشان عرفتي مشان وقت تاخذ الصوره وقت يجي البيبي بتكون طلع حلوه. تماما. هلا موضوع الليزر وازاله الاشعار علميا ما هو ممنوع، بس بشكل عام كل العيادات الجلديه بتاجل الموضوع لبعد الحمل، لانه نحن في عندنا تبدلات على مستوى طور الاشعار بيختلف اثناء الحمل، الشعره اثناء الحمل سواء شعر الراس بشكل اساسي رح يمر بفتره موحده، يعني يا أما حيكون في عندي طور راحة عن جميع الأشعار أو طور النمو، فالوحدة أثناء الحمل يا أما شعراتها حيغزر ويصيروا كتير حلوين يا أما حتهير شعرها كتير وتعاني من هاي المشكلة. شعر الرأس ممكن يتأثر، شعر الجسم ممكن يتأثر معي، فنحن بنفضل أنه الليزر يتأجل لبعد الولادة لتحصل على نتائج أجمل، بس ما في أي خطورة على الجنين. تمام. بالنسبة للبوتوكس وللفيلر ممنوعين أثناء الحمل قطعا. تماما. نحن بنمنعهم كمان بعياداتنا. تماما. ممنوعين لأنه المواد الموجودة فيها بتعبر المشيمة وبتوصل للجنين. صحيح. ممنوعين. تماما. طب دكتورة في سؤال كتير شائع بصراحة وأنا شخصيا ما بعرف جوابه، إنه لما بتكون الصبية تأخرت شوي عليها الدورة من إلا شربي قرفة، تمام، بحيث إنها تسرع حصول الدورة أو نزول الدم. تمام. بالإضافة إنه المريضة اللي بتكون هي حامل بيقولوا لها لا تشربي زنجبيل أو نعناع لأنه بيعمل لك تقلصات أو بيفتح عنق رحمك وممكن يسبب لها إجهاض أو ولادة مبكرة، صحيح ولا لا؟ أنا بشكرك على هذا السؤال لأن هي الرسالة بدنا نوصلها للكل. موضوع الزنجبيل هو من العلاجات اللي إحنا بنعطيها لنخفف من الأعراض الودية بالثلث الأول من الحمل، فهو حتى طبيا صار موجود عندنا، يعني عندنا مستحضرات سواء على شكل كبسولات او على شكل مشاريب بتحوي على الزنجبيل لتساعد السيده تخفف من الاقياءات الحمليه وبتقدر يعني تاكل شوي باول 3 شهور. فدائما بتيجي لعنا السيده وبتقلنا انه هو حامي وراح يروح لي الحمل، دكتوره كيف عم تعطيني اياه؟ علميا ما في اي شيء مثبت لهذا الشيء، ونحن عم نعطي حاليا وعم قلها للسيده جربي معي واذا بصير عندك اسقاط ارجعي لعندي من ورا الزنجبيل مو من ورا شيء ثاني، يعني فهو امن 100%. هلا حتى موضوع القرفه وعلاقته بانه غزاره الدوره الطمسيه علميا ما في اي شيء مثبت، بس ما بعرف ليش بتزبط دائما كل مره بتزبط يعني هي بتزبط بس علميا ما في اي توصيه بهذا الموضوع. فهمت عليك الدكتوره، عن جد شكرا كثير انك جاوبتينا على هدول الاسئله كثير شائعه وما كثير عالم بصراحه بتعرف اجوبتهم، عن جد شكرا كثير لك. شكرا لكم لهالبرنامج الحلو وان شاء الله هيك دائما بتضلوا عم تقدموا لنا معلومات جميله ولذيذه يعني توصل للعالم كلياتها. خلينا اياك حلقتنا لسه مكفيه، ثواني ورح نرجع نكفي مواضيع حلقتنا. ومثل كل اسبوع عنا هي الفقره مع الدكتوره ايفانا لحتى نحكي عن موضوع معين غذائي. لليوم رح نحكي عن الفطور الصحي للاطفال اللي هو مثل ما قلتي لي بزم تحت الهواء انه له عدد سعرات معين. تمام. بيناسب الطفل. خلينا نبلش. هلا دكتوره بشكل عام انا اليوم ليش قررت انه احكي عن انواع جديده غير متعودين عليها؟ لانه نحن دائما متعودين بفطورنا انه يكون لبنه جبنه بيض زعتر. انا بحب العروس. هدول الاكلات اللي هي شائعه واكثر من احنا صغار عليها. ونحن كأهالي هلأ بهذا العصر صار عنا كلنا عم نشتغل، ما عنا وقت إنه نحن نعمل شو ما كان، نعطيه سندويش للولد وبنروح نشتغل. بسبب التكرار والتعداد أو دائما الروتين للفطور الولد بصير ما بياكل سندويش أو حتى بيكنسل الفطور كله. طيب ماشي أوكي، ليش؟ لأنه بيمل. الأطفال معروفين إنهم بيحبوا طعم التمر، بيحبوا دائما التغيير، دائما التجديد. فأنا اليوم جبت مجموعة عينات سامبل بدي أشرح عنها أكثر. هاي الأكلات اللي بدي أحكي عنها اليوم موجودة بالبيت وبنفس الوقت رح أضمن إنه طفلي يأكل كل المصادر الغذائية ودائما في تنوع، ورح أكد إنه ما رح نقص ولا مصدر وما رح يصير عندي مشاكل تانية بنقص الفيتامينات. يعني كل مثل ما رح أكد شغلة إنه كل سامبل أو عينة أو حتى نوع بدي احكي عنه اليوم هو عباره عن 200 حريره.
لانه الفطور لازم يكون متين حريره، يعني هو الفطور الصحي الكامل. مشان هيك رح نبلش بشغله. هلا بدي قبل ما بلش انا احكي شو هن او نحن نعملهم سوا، رح احكي شغله. نحن كلنا بنفكر انه النشويات بنجيبها بالخبز والمعجنات بس، ما عنا اي مصدر غذائي ثاني. لا بالغلط، نحن عنا مصدر غذائي ثاني كثير مهم فيه نشويات اللي هي الفواكه. فنحن انواع الفواكه الموجوده مثلا فيها كثير نشويات وكثير مفيده. بس بدي اقول شغله كمان كثير مهمه، اخر دراسات دكتوره قالت انه نحن دائما كاخصائيين تغذيه صراحه بنحط الفواكه سناكس بين الوجبات، طلعت الفواكه على الجوع بتجوع. مشان هيك نحن بدل ما نعملها سناك رح نحطها مع الفطور. مشان هيك يعني النشويات بدها تكون من الفواكه. وكمان بالاضافه النشويات، انا اليوم جايبه توست ابيض عادي لانه ما لحقت اجيب توست هو الحبوب الكامله. يفضل انه يجيب الحبوب الكامله لانه فيه الياف اكثر وفيه فوائد اكثر للطفل. والله هذا الجيل ما بعرف كيف، نحن كنا ناكل الاخضر واليابس على المدرسه. هلا بدك تنوعي. هلا صار في شيء يعني بتحدثوا اكثر، بيشوفوا على اليوتيوب دائما متابعين، بيشوفوا الافلام، بيشوفوا المسلسلات، بيقولوا بده مثل هذا. مزبوط. مثل ما قلت انا باول بدايه الحلقه بالفقره انه لازم نحن نامن لهم كل الغذاء، مو مثلا والله بس اخذ زعتر وسندوتشي خلص بالنسبه لي. لا، زعتر وسندوتشي لازم يكون مع خيارة وتفاحة. صح، ولي نحن من صغر كنا هيك انه بناخذ خياره وتفاحه، ولذلك كانوا عم بتعمل مو دائما كل العائلات بتكون هيك. صحيح صحيح. هلا مصدر غذائي ثاني للنشويات هو الشوفان، كمان رح اقول لكم كيف نقدر ناخذه. شوفان كثير مفيد. هلا فينا نحط فيه حليب، انا اليوم حاطه فيه مي اول شيء عشان اقلل السعرات الحراريه تبعته لما بحط المي، وباخذ وقتها كميه النشويات اللي انا بحاجه لها. طيب دكتوره بس بدي اسالك، الشوفان انا مره قريت دراسه انه هو ما بيتاخذ تحت عمر السنتين. هلا مزبوط تحت عمر السنتين ما بيتاخذ، بس هلا كمان في شغله دكتوره، هو مفيد جدا للاطفال. ليش؟ تحت عمر السنتين اكيد لا، يكون لسه ما بلش الاكتمال عندهم الجهاز الهضمي. نحن بنخاف على شيء اسمه حساسيه طعام، اوكي؟ ففي اطفال اللي عندهم سيلياك ديزيز او داء الزلواقي او حساسيه القمح، فهو احسن خيار لهم هو الشوفان. فلا، لانه في ما فيه اصلا جلوتين، فهو مضاد للجلوتينات، ما فيه، خالي من المواد الجلوتينيه، فبيقدروا ياخذوه. معناها الموضوع صار قديم وخطأ. لا بتكون تاخذوها بالعكس. هلا وحتى في شغله قبل ما كمان نبلش، الفواكه المجففه الاطفال ما بيحبوا ياخذوها لحالها، الفواكه المجففه فيها كثير فوائد. يعني انا بالنظام الغذائي او بالسندويش اللي بدي احكيه او الغذاء اللي بدي احكيه اليوم، رح يكون عندي فواكه، رح يكون عندي الفواكه المجففه والفواكه النيه او الطازج، رح يكون عندي نشويات سواء خبز ولا حتى الشوفان. هلا بدي احكي على شغله اللي هي زبده الفول السوداني. زبده الفول السوداني كلنا بنحاول انه احنا ما ناخذها لانه هي سعرات حراريه وثقيله وما بنقدر ناخذها. مزبوط ما بتقدروا تاخذوها، بس ليش؟ لانه انتم بالنسبه لكم سعراتها الحراريه عاليه؟ لا ابدا، هي خيار مناسب للاطفال كثير. المهم ليه؟ لانه كميه البروتين الموجوده فيها تضاهي اللحم. يعني انا في بروتين كثير، انا ما جاب علي اكل بيضه اليوم ولا مرتديلا. كثير من الاطفال بصراحه كثير بيستثقلوا البيض على الفطور، يعني هلا فايقه من النوم وياكل بيضه بحسها ثقيله على معدته. تمام، فهني كثير سهله انه نحن نستخدم الفول السوداني. هو عن جد بصراحه طيبه. اوكي، مشان هيك رح نبلش. يلا بنروح عمال تكون عالم ونحن عم نحكي. اليوم رح نبلش بهو اللي اعتبروها توست اسمر ماشي وتوست ابيض. ساعدك التوست. هلا رح تلاحظوا انه انا ما رح احط بالفول السوداني غير معلقتين فقط صغار. ليش؟ لانه تعرفوا الكميه المناسبه للسعرات. هلا بالنسبه لهدول اللي كنا عم نحكي عن السعرات الحراريه العاليه، الاكلات الصحيه اللي فيها بروتينات عاليه وبنفس الوقت فيها كميه كبيره من السعرات الحراريه بنقدر ناخذها. يعني حتى لو انا شخص بحب شوكولا بقدر اخذها، يعني بس كم قلل الكميه. متى ما انتبهت على الكميه انا فيني اخذ المصدر الغذائي اللي انا بدي اياه، وبنفس الوقت ناخذ الفوائد تبعته. البرد كثير ما عم نجمع على فكره. ما تقول هلا حطيت ثلاث معالق، انا حاسبتهم على كسرتها. يا سلام، كيف حاسبتيهم؟ انه انا مسحتها، فهي معلقتين كلي هاي. طيب اوكي. طيب اوكي، فنحن هلا اخذنا كميه بروتين ونشويات عاليه والفيتامينات او حتى فينا الدهون الموجوده فيها. هلا في شغله انا فيني اضيف الموز. كل الاطفال بيحبوا الموز برايي انا، وبظن بيكسر شوي الطعم القوي لزبده الفول. فانا حطيت الموز واخذت هلا مصدر بوتاسيوم. هلا شغله، نحن كعرب ما بننتبه لكثير عنا بذور،
ما بنحطها بالاكل، الاجانب بياخذوها بيحطوها، علما انه موجوده ببلدنا كثير. ما نحن اللي عندنا اياها، فبنلاحظ انه مثلا عندك بذور الكتان ولا بذور الشيا كثير شيء مهم. بذور، تخيلي دكتوره، بذور الشيا فيها مصدر كامل للكالسيوم، للحديد، للاوميجا 3 اللي نحن ممكن ناخذهم من السمك الغالي او التونه، لا ما في داعي تشترون او بنجيبوا حب كالعاده مكملات غذائيه. فانا ما رح لكم تحطوها، الطفل اصلا ما رح يحس بحاله شو عم ياكل، لان ما لها طعم. لا ما لها طعم. فبهالحاله انا بيكون عندي حديد وكالسيوم واوميجا 3 وبوتاسيوم ومصدر بروتين ونشويات و200 حريره وما اخذت حتى شكلها حلو، فينا نعملها على شكل سمايل نحن للاطفال. تمام. هلا كمان بما انه حكيت الاطفال ما بيحبوا المكسرات، عشان انا كل ما زدت هدول المكونات كل ما كانت المصادر الغذائيه وكان الساندويتش افيد. فيني مثلا احط كمان معه التمر او حتى التين. هيك رح كثير، انا عملتها شرائح رح كثير يحبهم. هات لنفرجي كيف طلعت للمشاهدين. شكلها كثير ظريف عن جد، بشهي من دقيقة عن جد. صح صح، هاي أول ساندويتش أو أول سامبل. هلا العينة الثانية اللي حكينا قبل شوي عنها اللي هي الشوفان، اللي هو مصدر نشويات عالي وفيه كثير أنواع أو حتى مصادر غذائية عالية، متوفر بكثرة حتى بالبلد يعني. تمام، يعني هلا بدل ما ناخذ الخبز وهدول القصص ويسمنوا الأولاد، أنا فيني آخذ معلقتين طعام كبيرة من الشوفان، حطيتها مع المي مثل ما قلت لكم لقلل السعرات الحرارية. هلا الشوفان طعمته حامضة، يعني ما فيه الحلاوة هي، مشان يقدر يتقبل الطفل رح نحط فيها، فينا نحط السكر الأسمر نص معلقة لأنه أفضل من الأبيض لأنه فيه ألياف، وارجع بأكد لا سنتين وما فوق لأنه الجهاز المناعي هون بيكون اكتمل، قبل السنتين ما بيكون اكتمل أحسن عندي مشاكل. تمام. فيني كمان بدل ما أحط السكر، هلا بقولوا سكر. بتعرفي أنا لما كنت باخذ شوفان بحمصه مع قرفة. بصير تحمصي مع قرفة طبعاً، بس فبيخف طعمته القوية. الحدقة. هلا نحن فينا ناخذ معلقة من عسل. العسل نحليه وهو الأفضل طبعاً. دكتوره حطي لنا بضل طبيعي. تمام. بس يعني يمكن لازم ننوه انه العسل تحت السنه ما بيتاخذ للاطفال. تمام، كمان نفس المبدا، لانه ولاحظوا انه انا حاطته بمعلقه بلاستيك او خشب، ما بنحضي معلقه معدن لانه بتروح فايدته. بيجي بيقولوا لك ايه طيب، يعني هي ثواني، هي هالثواني من حقها مصاري بالعسل، دغري بتنتزع. لحط فريز وشويه موز، اذا عندكم كيوي ولا عندكم عنب واي نوع من انواع الفواكه، بس انا بحس الاطفال بحبوا هاي النوع. صحيح. فصار نشويات وسكريات طبيعية وفواكه كمعادن فيتامينات. لحط كمان فوق التمر. تمام. فأنا كل ما زدت كل ما لونت الطبق تبعي، كل ما يرغب كان أكثر. غير أنه يرغب الفيتامين والمعادن تبعتي أكثر، وأكيد هذا محبوب الأطفال كورن فليكس. بصير بضيع طعمة الشوفان. تمام، اللي هي الحدقة، وبنفس الوقت بيكون أنا أخذت نشويات كمان دقيقتين او دقيقه كثير طلعت ظريفه وبيشتهيها الطفل، وحتى ممكن مثل ما انك حاطتيها تتغطى بكاسه وتنبعث مع الطفل على المدرسه. تماما. هلا الثالثه اللي هي اللبن والفواكه، اللي نحن بنقول لها زبادي كاخصائيه تغذيه، انا عملتها بالبيت. اللبن حطينا فيها فواكه الفريز، بنعرف انه قديش مفيد ككالسيوم وبروتين والفريز، بس بضيف عليه شغله. تماما، الدكتوره حاطه بقلبها قطع الفواكه، يعني مو بس انه خالطتهم سوا. لا انا ماني خالطه، حاطه القطع مثل ما هي عشان ياكلها الطفل. تماما. هلا لحط فيها فوقها بذور الشيا، لكم شغله، بذور الشيا او الكتان لحتى تصير فايدتها كامله، نحن بنحطها مع شيء لزج مثل اللبن. فشو بيعمل اللبن؟ بيمتص كل المي اللي فيها، لما بتفوت على الجسم فورا الجسم رح يمتصها وياخذ فوائدها كامله، ما بيعيقها ابدا بالهضم. هذا الشيء ما كنت والله اعرفه. لازم ينحط لحتى يمتص، وفيني وقتها كمان نضيف كل ما لونا كل ما حلوينا. كتري كتري كتري. وهيك رح ناخذ هاي شوي المعلقه، سوري، مع العسل. فيكم تحطوا عسل بس بلا العسل بصير شوي هاد، مشان ما تصير ثقيله، تصير اكثر من 200 سعره حراريه. لأنه بصير عندي مشاكل بهدول الثلاث العينات اللي أنا ذكرتهم هلا. شكلها كثير ظريف وألوان كثير للطفل، عن جد بتساعده. يعني ثلاث شغلات جديدة لهم للفطور، بياخذوا كمية. بصير نعملهم كمان؟ بقول كبار، ما هي دائما تبع الكبار، بس أنا ليش أكدت اليوم على الصغار إنه دائما بيعزوا. شكلهم كثير بشهوا، عن جد كثير سريعين، يعني خصوصا اللي عندهم شغل. شغال أهل ما بيكونوا فاضي. مزبوط. مثل كل اسبوع عم نرافقكم لنقدم لكم معاينه طبيه بينكم ولكم، شو ما كانت الاستفسارات الطبيه الدكتوره ايفانا رح تجاوبكم عليها، خلونا نعرف بعد لحظه. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا فيكي، بدي اسال، في عندك اي استفسار طبي تغذوي حابه تستفسر عنه؟ حابه استشيرك مشان التنحيف يعني. تمام. هلا قبل شوي كنا عم نحكي على قصه الاستقلاب انا وانت تحت الهواء.
شو هو شغلات؟ شيء بيساعد على الحرق. تمام. هلا اهم شيء نحن في عنا هرمونين بياثروا على انه الحرق بجسمك، هن الكورتيزول وليس الكورتيزون البلام، وشغله الثانيه اللي هو مقاومه الانسولين. اول شيء نحن لازم نحللها. تمام، بدنا نحلل الغده. اول شيء رح فرجيكي شو رح نعمل عشان اذا في عندي مشاكل نحلها. الغده اذا عندك حدا بالعيله لازم نحللها، وفيتامين د لازم نحلهم. ليش؟ هدول الاربعه اللي ذكرتهم كثير بياثروا على استقلاب الجسم وحرق الجسم والتمثيل الغذائي اللي نحن بنحكي عنه. فانا اذا حللتهم طلعوا طبيعيين، ما تابع حالي انا بدي يصير نظم غذائي، يعني بدل ما اكل وجبه وجبتين باليوم بدهم يصيروا خمسه، بدل ما اكل خبز كثير باخذ خبز اسمر صغير مره باليوم، بدل ما انا اجيب صحن كبير بصغر الصحون، بكثر الخضار خمس مرات، بكثر الفواكه. اذا واحد ما بيقدر يستغني مثلا عن الشوكولا، ما بيستغني عن هالشغلات يعني مثلا. تمام، بهالحاله انا بدي استبدل وليس استغني، يعني انا بدل ما اكل شوكولا البنيه الفاتحه باكل الدارك الغامقه، يعني هي اقل شوي سعرات حراريه وشوي شوي، لانه الشوكولا هو ادمان وبيعطيك السعاده المؤقته اللي بعد شوي بتضلي عم تاكلي وما بتحسي حالك غير اسمنتي. طبعا في شغله بالشتويه لازم دائما، انا بدي اقول لك اياها وبقول لكل العالم، انا بالشتويه ليش تكتر اكل الحلو؟ لانه نحن ما بنشرب مي. انت بس لما بتشتهي الحلو بس اشربي لي كاسه مي. لما بنشرب مي نحن جسمنا بالشتاء بيعطش، بيعطينا ايعاز خاطئ انه هو مشتهي الحلو. هو ما له مشتهي الحلو، هو مشتهي المي. فليش بالصيف نحن ما بناكل حلو كثير؟ لانه نفس بالصيف نحن عم نشرب مي، سوائل، عصير، كذا. فمشان الشوكولا زبيب فينا نبدل عنه التمر، الشوكولا السوداء والفواكه. نحن اذا استبدلنا شوي شوي الشوكولا، التمر انه بيزيد الوزن، عن جد هالفكره؟ ما كل شيء بالدنيا بيزيد الوزن زيادته، تمام، بس السكر الموجود بالتمر هو سكر معقد بيحرق دغري بجسم الانسان، ما بيعطيكي هالدهون. في حال اخذناه نحن ثلاثه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه باليوم، بحق لك من ثلاثه لخمس تمرات بكل اليوم. تمام، ايه، مو بتحطي صفض وبتاكلي اكيد، لانه برجع السكر كثير. في نظام غذائي بيقول انه تاكلي 7 الصبح و5 الظهر و7 المساء. لا حبيبي، هذا وقتها هي عباره، اوكي، هذا النظام مثل التمر والحليب. هدول من الانظمه الغذائيه اللي ما لها طعمه، سوري، لانه هذا شيء غلط، لانه احنا ناخذ بس تمر وبس حليب وننسى كل المصادر الغذائيه. غلط، حتى لو اسبوع بس تخلصي هالاسبوع، جسمك اول ما بتوقفي رح ترجعي تسمني دبل، لانه ضربت الاستقلاب تبعك. في عناصر غذائيه اللي هي النشويات واللحم والبروتين، هاي كلها ما نحن اخذناها، بصير عندي مشاكل بفقر الدم والحديد. فهي الانظمه ما بصير نظام غذائي اللي تنحفي هو خمسه، فيه فواكه، خضار، بروتينات اللي هي اللحوم، وبالنسبه للدهون وحتى النشويات. فيتامين د مره اخذته انا لاني مرضت، بس اثر على معدتي. هلا اولا فيتامين د بتاخذ بعد الاكل ومع الشغلات الدهنيه، وبعد الاكل اثر علي. هلا وجع معدي، مع انه انا ما عندي مشاكل. تمام، طيب هالحاله انت وقتها انت لازم تاخذي مع كم، مع دسم، اكل دسم. شو كنت تاخذي مثلا؟ مع اللبنه لازم تاخذي، مع الطون تاخذي، مع المكسرات النيه، لانه هو بده امتصاص دهون عالي، لانه هو فيتامين بيمتص بالدهون. فاجباري ممكن يكون وجعتك معدتك، او ممكن معدتك حساسه لشغلات ثانيه ادت لوجع. هلا كمان انت لما بتاخذي ما لازم تاخذي ما تكون محلله، لانه نقصه زيادته مثل نقصه كثير كثير بيعمل سميه وشيء خطر. ايوه، يعطيك العافيه. اي شيء ثاني؟ شكرا كثير. اهلا وسهلا فيك. هلا هلا، مرحبا. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك. في عنا أي استفسار طبي لحضرتك للي حواليك حاب تستفسر عنه؟ هلا في عندي المدام مثلا صحتها ناعمة، صحتها نحيفة، شو ما أكلت أو كذا، إيه ما في صحة، ما في يعني ما بتعرف. طيب عم بدي أسأل حضرتك، عاملة تحاليل مدامتك؟ لا طبيعية هيك يعني. طيب أنا بدي أطلب من حضرتك أنها تعمل مجموعة من التحاليل. ليش؟ لأنه أحيانا لما بيكون عندي نقص فيتامينات أو قصص بتأدي لأنه هي بتاكل، أو إذا عندها مشكلة بالأمعاء أو بالمعدة من دون ما لها أعراض. ما لها أعراض، هي أحيانا بيكون في عندي شغلات ناقصة بالجسم بتسبب عدم امتصاص الأكل اللي نحن بناكله. فأول شيء في شيء اسمه ديكسيلوز، هو سكر، لازم مو سكر الدم، سكر بجسم بالأمعاء لازم تحلله. الغدة بدها تحللها، والحديد والخضاب، هدول كلهم بيأثروا على أنه الشخص قد ما أكل ما بينحف. فهمت عليك، لان احنا المقصد انه انا اذا ما عم يجعني شيء ما بيوجعك شيء. هدول ذكرت لك اياهم ما بتحس فيهم. هلا في ناس بيقول لك انا اذا باكل بسكوتي بصح، وفي ناس بتقول لك اذا باكل شو ما اكلت ما بصح. تمام، هذا شيء تمام، هذا بيعود لشيء اسمه استقلاب، وحسب الاهل شو عندك. اذا اهلك نحاف فانت بدك تطلع نحيف، وبنفس الشيء بالعكس، اذا اهلك سمار فانت في حدا بيطلع عندك زياده وزن. بس بالنسبه لمدامتك انت عم تقول شو ما اكلت ما بتسمك. هلا اوكي، بعرف بدي اسال حضرتك، في حدا من اهلها هن نحاف؟ لا عندها اخ صحته حلوه، صحته اما ابوها لا نحيف. تمام، معناتها هي اكيد وراثه منهم. بس مشان هيك نحن
مشان تحس انه هي اللي عم تاكله عم تستفيد منه، لازم تعمل التحاليل اللي قلت انا قلت لك حضرتك. النصيحة تبعك انه تمام، وبالاضافة انه هي تاكل بدل ما تاكل 3 وجبات او وجبة او وجبتين لازم تاكل 6 مرات وليس 6 وجبات، يعني كل 3 ساعات اي شيء لازم تاكله، واذا فيها وعندها وقت هي ربة منزل اكيد تلعب الرياضة حتى لو بالبيت وبعدها تاكل اي شيء صحي بالبيت. ان شاء الله بنشوف الا هذا الحكي. شكرا لك. على راسي. آخر ضيوف حلقتنا لليوم حتكون الدكتورة رشا داغستاني، اختصاصية بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، لنحكي أكثر عن حالة شائعة ومنتشرة وعم يشوفوها الأطباء المختصين ضمن عيادات الأطفال يلي هي الالتهابات البولية. تفاصيل كثيرة رح نعرفها اليوم مع الدكتورة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. أهلا دكتورة. هلا دكتورة خلينا نعرف، بما أنه كانت البداية هي الموضوع أنه شو هي الالتهابات أو التهابات المجاري البولية عند الأطفال، شو بنقصد فيها؟ هلا بدايه مثل ما ذكرت يعني هالفتره هذا الشهر والشهر اللي قبله بالاضافه لامراض الشتاء والالتهاب القصبات كثير شفنا حالات من الالتهابات البوليه عند الاطفال وخصوصي عند الاناث. هلا كتعريف التهاب البول هو يقصد فيه التهاب المثانه او التهاب الحويضه والكليه، لكن عادة ممكن يبلش يعني بالالتهاب مثاني منفصل، وممكن إذا زادت الحالة إنه تكمل ليصير معنا التهاب حويضة وكلية. هلأ مثل ما ذكرت في البداية إنه هو يعني كتير شائع هلأ بفصل الشتاء خصوصي، يعني في نقطة إنه عم ينسوا بالظاهر الأطفال يشربوا مي تماماً بل مع البرد وهيك، فعم تتفاقم لسه أكثر القصص لأسباب تانية كمان حنذكرها هلأ. تمام. طب يا دكتورة هي الالتهابات إلى أنواع ومراحل وهالشغلات؟ هلأ هي الفكرة مثل ما ذكرت بالبداية حسب مكان الإصابة، نحن بنسميه بالبداية التهاب اللي بيسموه العوام مثلا التهاب البول، هو فعليا التهاب بالمثانة. تمام. يعني هو هذا المصطلح الشائع، لكن إذا مثل ما قلنا كمل بطريق صاعد البكتيريا كملت للأعلى وأصابت الكلية فتنا نحن بالتهابها التهاب أشد حقيقة اللي هو التهاب حويضة وكلية، بالإضافة أنه أحيانا بالذات عند الأطفال الرضع الصغار تحت السنة أنه هن أي التهاب ممكن يصيبهم فورا بيروح على مجرى الدم، فنحن بنفوت كمان بإنتاندم، فهي الفكرة. فنحن كأنواع ممكن نصنفه لهدول النوعين حسب مكان اللي هو توضع الإصابة، بالإضافة حسب كمان البكتيريا المسببة لهذا الشيء. طيب دكتورة هلأ شو ممكن تكون الأعراض؟ يعني كيف نحن نعرف أنه هالطفل طفلنا عنده التهاب مجاري بولية، أو مثلا هل بيقولوا أنه والله الإناث بنصابوا أكثر من الذكور أو بالعكس؟ صح. هلا اذا بتحبي نحكي نحن حنفصل كمرحله عمريه عن موضوع الاعراض بالذات. تمام. عندنا نحن تحت عمر السنه بتكون الاعراض شوي مبهمه، هو الطفل رضيع اهم عرض ممكن يظهر عندنا اللي هو الحراره، نلاقي انه الطفل عنده نقص شهيه بطل ما يرضع، نقص رضاعه، نقص وزن، فاعراض مبهمه للام، فنحن اي حراره او بس تبلش عندها تخف رضاعته تقل شهيته ممكن تكون عارض لالتهاب بولي. بالأعمار الأكبر فوق السنة سنتين هون الطفل تظهر أعراض أوضح، مثلا تلاقي مع الحرارة طبعا رائحة البول الكريهة، ممكن نلاحظ تعدد البول أو العكس أنه تلاقي عسر التبول، بنلاحظ الزحير، الزحير اللي هو أنه هو بيحس حاله بده يبول بس ما بيبول. في بعض الحالات المرضية لما بيشوفوا الأطباء أنه الطفل تأخرت الأملة ما بتقدر تنظفه، معناتها ممكن يكون في عنا بيقول لها روح اعملي زرع أو كمان له سبب أو هو سببه؟ طبعا هلأ الاثنين بينفذوا على بعض. تمام. هلا اهم يعني واشياء السبب نحن عندنا اللي هو عمر التنظيف الطفل عمر السنتين بتبلش بتزيد اللي هو الاصابه بالانتانات البوليه، لانه هي عم تنطفه تلاقي الولد عم يخاف عم يحصر فبنفوت بالتهاب بولي. تمام. والعكس صحيح، اللي مصاب بالالتهابات البوليه وعم تسبب له مثل ما ذكرت سلس او تنقيط عم يكون في صعوبه بتنظيف الطفل، فيعني الاثنين مرتبطين ببعض وبيعملوا هي الحلقه. كمان بحب احكي كثير على انه في انه لما سالتوني انه هو الاناث اكثر من الذكور، هلا عندنا تحت عمر السنه طبعا هو الاناث اكثر دائما هن الفايزين بهذا الموضوع هلا حاذكر ليش، لكن عند بتحت عمر السنه الذكور بترتفع شوي نسبه اصابتهم لانه الاطفال للذكور تحديدا الغير مختونين اللي ما ظهروا لسه، فبترتفع شوي نسبه اصابتهم بهذا العمر تحت السنه لترجع بقى فوق عمر السنه الارجحيه الغالبيه للاناث.
طب حنسأل إحنا أنه ليش الإناث أكثر؟ تشريحياً بسبب قصر الإحليل وكمان قرب فوهة البول لفوهة الخروج الشرج، أنه عم يسبب اختلاط هذا الأمر للجراثيم وأنه تنصاب أكثر الإناث بهذا الشيء. تمام. هلا دكتوره انت ذكرتي بحديثك انه واحدة من الاسباب انه هلا بهذا الشهر انه الاطفال ما عم تشرب مي او عم تنسى تشرب مي، بالاضافه انه مشكله الحصر اثناء تنظيف الطفل. طيب في اسباب ثانيه ممكن تؤدي لهذا الشيء ولا لا هنين هدول الاسباب الاساسيه؟ لا طبعا في كثير اسباب. هلا احد هي الاسباب كمان واشياء اللي هي التشوهات الخلقيه البوليه، يعني الاشياء اذا سمعانين بالجزر المثاني الحالبي صحيح. فهذا اشياء تشوه ممكن نشوفه بالجهاز البولي عند حتى الاطفال، اشياء عند الاناث يعني فهذا لحاله مسبب انه تماما للاسف فهي الفكرات، اي تشوه بالجهاز البولي سواء بالحالب بالمثانه المثانن، اذا ذكرنا مثلا احد اللي هو المثانه العصبيه كمان انه بسبب انه عم يضل في ثماله بوليه، عم يضل ما يكون في افراغ كامل للمثانه، عم يأهب لالتهاب مجاري بوليه بسبب الركود اللي عم تصير. تماما. اي تشوه بالكليتين بالطرق البوليه او بالاحليل حيعمل لنا هذا انه نسبة إصابة أعلى بالإنتانات البولية. شو مضاعفات أو عوامل الخطورة؟ حضرتك ذكرتي السلس ولا التبول، التبول لا إرادي عفوا، في غيره؟ إيه أكيد طبعا. أكثر شيء ممكن نخاف منه اللي هو تندب الكلية، يعني إذا صاب الالتهاب مثل ما ذكرنا كمل بطريق صاعد ليعمل التهاب حويضة وكلية وما تعالج أو تأخر بالعلاج، إنه نحن ممكن نفوت بتندب بالكلية أو حتى لا سمح الله نفوت بقصور كلوي بالمستقبل، وخصوصي نحن هذا الحكي بالأعمار الصغيرة اللي هو عادة تحت السنة، لأنه هي عادة بس ينصابوا بتكون فورا بتتعمى ممكن توصل للدم، يعني هي اللي ذكرناها بالبداية إنه نحن ممكن هي البكتيريا تنتشر للدم، فنحن ننصح أكيد بالعلاج باكر ما أمكن، العلاج الصح مو العشوائي، يعني نحن مو أي أنتيبيوتيك نحن بنروح لحالنا بنجيب أنتيبيوتيك وناخده، لا لازم زرع البول، زرع البول كثير كثير مهم، أهميته بأهمية تحليل البول، أحيانا صراحة عم تكون في خطأ بالعينات بسبب صعوبة أخذة عند الطفل أو أنه حتى عم تتلوث العينة، فبالنهاية إحنا بدنا نوصل للهدف الصح، العلاج الصح بتحليل البول، زرع البول، ممكن نعمل تحاليل دموية، لازم نستقصي شعاعيا بصورة بسيطة للجهاز البولي إيكو، ممكن يعني صور أعمق صور ظليلة حسب الحالة نشخص إذا في تشوه بالجهاز البولي أو إذا حتى في مشكلة عصبية أحيانا بالعمود بأسفل العمود الفقري مثل ما بنعرف الشوك المشقوق وهالحالات هي كمان اللي ممكن كمان تسبب لنا هذا الشيء وتأثر. تمام اكيد. هلا طيب دكتوره كيف بتتم اليه العلاج كونه اذا الام خلينا نقول ما بتاخذ انتي بايوتيك دغري يعني بتعطيه لطفله او طفلتها، وبالاضافه انه اليه العلاج عم تختلف عند الذكور غير الاناث كونه الاناث معرضين اكثر او في اساليب وقايه خلينا نقول اكثر عند الاناث؟ هلا بالنسبه للعلاج هو العلاج واحد حسب انه نحن لما بنزرع البكتيريا شو بيطلع نوعها بنعالج على مبدأه، حتى على مبدأ شفتي الزرع والتحسس حسب شو الصاد اللي تحسست عليه الجرثومة. إذا في فرق بالعلاج بين الذكور والإناث ما في فرق صراحة بالعلاج، لكن ممكن بالتوصيات بموضوع اللي مثل ما حكيت بالبداية التنظيف إنه يكون من الأمام للخلف ننتبه لهذا الموضوع، ممكن أحيانا في بعض الحالات ننصح إنه بغسولات بسيطة أو حتى ممددة للإناث وقاية أو حتى بالحالات الالتهابية إنه لحتى ننظف المنطقة بس من البكتيريا من الخارج، لكن العلاج موحد العلاج موحد بين الاثنين. تمام. هلا نحن في يعني حتى نحن عنا في ذروه مو بس وقت تنظيف الطفل، في ذروه ثانيه كمان وقت دخول المدرسه صح، هون بتزيد المدارس تماما. حتى الحمامات المدارس تمام ما بيقول لك ما بدي فوت على الحمام او بيلتهب اللعب، انا بدي العب بهذا الوقت ما بدي اروح اقطع شوي وفوت على الحمام صح. اي فبهي الحاله في عندنا هالذروتين بالحقيقه، فبننصح انه الطفل بالمدرسه انه يحاولوا حتى انه يذكروه لو هو نسي انه مشان يفوت على الحمام. دكتوره رشا شكرا كثير لطرحك هالموضوع وحتى شرحك الوافي عنه. الله يسلمك، وانا كمان بدي اتشكركم وبتمنى الصحه والسلامه للجميع. الله يخليك.
وهيك مع آخر دوب حلقتنا بنكون وصلنا للختام. نتمنى لكم يوم وبداية أسبوع حلوة مثل قلوبكم البيضاء، وإن شاء الله نكون ضلوا بالصحة وتكون الصحة مرافق دربكم. لا تنسوا أسئلتكم على صفحة الفيسبوك دوز تبعتوها، إن شاء الله نكون عم نقدم الفايدة لإلكم. ضلوا بخير.